مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج الحدث، والذي سنتطرق فيه إلى افتتاح البرلمان بغرفتيه دورته العادية لسنة 2020-2021 والمواضيع التي ستدرج للمناقشة في هذه الدورة، أهمها الدستور ومكافحة عصابات الأحياء والوقاية منها، تعديل قانون الصحة، تعديل قانون الإجراءات الجزائية، والأمر المتعلق بتعديل قانون العقوبات وقوانين أخرى. لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا أسعد باستضافة الإعلامي أمين بالعمري، مرحبا بكم. مساء النور، تحية طيبة لك ولضيفك ولكل مشاهديك. أهلا وسهلا. والدكتور علي ربيج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مرحبا بكم دكتور. مرحبا، أهلا وسهلا بك وبزميلي أمين. أول سؤال سأطرحه عليكم أمين بالعمري، قبل أيام من طرح وثيقة الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في جانفي الماضي، يخيم تعديل الدستور على افتتاح السنة هذه السنة على البرلمان، ما هي قراءتكم لذلك؟ أولا أعتقد أن بطبيعة الحال أهم حدث الآن ينتظره كل الجزائريون هو الاستفتاء على الدستور، خاصة بعد أن أعلن رئيس الجمهورية عن تاريخ إجراء هذا الاستفتاء حول تعديل الدستور، والجميع ينتظر الآن النسخة النهائية المنقحة التي سوف تعرض على الاستفتاء يوم الفاتح نوفمبر إن شاء الله. اليوم أعتقد أن هذه الدورة الثامنة العادية للبرلمان الجزائري التي تزامنت مع هذا التعديل الدستوري أو هذا المسار الذي تنطلق فيه الجزائر الآن فيما يخص التوجه نحو دستور أو ما يسمى بدستور توافقي يضمن التوافق بين كل الجزائريين ويضمن بناء هذه الجزائر الجديدة التي ينتظرها الجميع، الجزائر التي يجب أن تكون أو من المنتظر أن تكون بحكامة جديدة اهتمام أكبر واستجابة أكبر لمطالب الشارع الجزائري والحراك حراك الشعب الجزائري ليوم 22 فبراير، وكذا المطالب المعبر عنها من طرف الطبقة السياسية، من طرف المجتمع المدني ومن طرف الفئات الأخرى سواء الأساتذة الجامعيين أو الإعلاميين أو المحامين أو كل من ساهم وشارك في التقدم بمقترحات لتعديل هذه الوثيقة، والتي بلغت كما يعلم الجميع 2500 مقترح تعديل تم التقدم به إلى الجمهورية من أجل تعديل مسودة الدستور. نعم دكتور علي ربيج، ذكر أمين بالعمري أنه من أهم الملفات هو الدستور في هذه الفترة، حتى رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح جوجيل دعا إلى التجند لإنجاح موعد الاستفتاء على مشروع الدستور، مبرزا أن تزامنه مع الفاتح نوفمبر يؤكد مسار القيم النوفمبرية في بناء الجزائر الجديدة. كذلك رئيس المجلس الشعبي الوطني شنين أكد أن المجلس شريك دستوري في صناعة السياسات العامة وبناء دولة الحق والقانون وترقية العمل الديمقراطي، داعيا إلى المشاركة كذلك الفاعلة في الاستفتاء حول مشروع الدستور. قراءتكم أنتم كذلك؟ هو في البداية دعني أقول أنه الآن المحطة التي تنتظر مسألة تثبيت هذا الدستور من خلال الاستفتاء، وهي محطة أنه يتم عرض هذا الدستور على البرلمان بغرفته، يعني هذه محطة كان توعد بها السيد رئيس الجمهورية، قال بأنه ستكون فرصة أخرى للشعب الجزائري أنه يتابع النقاشات التي ستكون عبر النقاش الذي سيدور في غرفة البرلمان بغرفته. ولكن هذه المحطة أكيد أنها ستكون محطة تصالح لهاتين الغرفتين، بمعنى لأنه البرلمان ما تنساش وما يخفاش عليك بأنه خلال الحراك قد وجهت له الكثير من الانتقادات أو الكثير من الأشياء التي علقت على أداء ومهام هذا البرلمان، ولكن بحكم أنه البرلمان اليوم كمؤسسة دستورية وكمؤسسة مؤسسة الدولة التي هي منوط بها الكثير من الأشياء خاصة على مستوى التشريع والمستوى الرقابي، أنا لا أعتقد أنه سيكون غائبا في مثل هكذا مرحلة تاريخية فيما يتعلق بمناقشة و
يعني إضفاء الأشياء الجديدة على ما يسمى بمسودة الدستور التي نتوقع أنها ستصدر من حين إلى آخر. إذن هذه المحطة بالنسبة للبرلمان، حتى لو لم يكن هؤلاء النواب الذين الآن موجودين في البرلمان، حتى لو كان برلمان آخر، مطلوب منه أنه يكون ويسجل حضوره من خلال هذه المناقشة. أكيد هي مرحلة جديدة، هي فترة جديدة، هي يعني ستتوج بقرارات. واحدة من القرارات المهمة التي هي في الأخير بالنسبة للشعب الجزائري هو المعني في الأخير، لأنه لما نتكلم على تعديل الدستور أو مسودة الدستور أو أننا نعيد الكثير من الأشياء والاختلالات التي كانت في 2016 في الدستور 2016، جاءت الفرصة حتى يمكن تصحيح المسار من خلال هذا الدستور الذي هو في الأخير سيوجه للشعب الجزائري الذي سيقول في يوم الاستفتاء كلمته الأخيرة، كما قال السيد الرئيس في الخطاب الماضي أنه هو حر في إدلاء برأيه وبموقفه تجاه هذا الدستور. إذن أنا أعتقد أن اليوم البرلمان عليه مسؤولية، ومسؤولية سياسية، مسؤولية أخلاقية، مسؤولية قانونية، أنه يؤدي دوره، وعليه أن يؤدي دور رغم كل من الملاحظات التي يمكن أننا نقدمها حول البرلمان بغرفته أو بالتحديد المجلس الشعبي الوطني وما تم تقديمه من ملاحظات في السابق، ولكن مع هذا نتمنى أن تكون فرصة بالنسبة للشعب الجزائري أنه يتابع هذه النقاشات حول مسألة تعديل الدستور والأشياء التي يمكن أن يضيفها الكتل البرلمانية التي متواجدة الآن في البرلمان. نعم أمين، تحدث الدكتور ربيج عن دور البرلمان وأهمية هذا الدور، رغم كما قال بين قوسين الحديث عن هذا البرلمان. ما هو دور البرلمان بغرفتيه الآن في تحسيس الناخبين على ضرورة الذهاب إلى الاستفتاء والإدلاء بصوته بكل حرية كما قال وكما قال رئيس الجمهورية، بحكم أنه هذا البرلمان هو ممثل للشعب؟ كيف يمكن أن يتواصل ممثل الشعب مع بقية مع الشعب الذي اختاره لهذا المنصب ويكون التحسيس بأهمية هذا الموعد الذي سيغير في مسار الجزائر ككل؟ على كل إن هناك إجراءات أو مسار قانوني ودستوري فيما يخص هذا الدستور، لأننا الآن المعمول به هو الدستور الحالي، وبالتالي لابد لهذه المسودة المعدلة أن تمر على مجلس الوزراء ثم على البرلمان ليبت فيها قبل عرضها على الاستفتاء، وبالتالي أعتقد أن هذا المسار قانوني ودستوري وهو مفروغ منه. اليوم أعتقد أن الوظيفة الأساسية للبرلمان هو التشريع، ومن بين القوانين التي سوف تعرض على البرلمان قانون مهم أعتقد أنه الذي يتعلق بتنامي ظاهرة الإجرام، خاصة ما يسمى بعصابات الأحياء التي أصبحت ظاهرة مخيفة ومقلقة جدا بتزايد يعني بعض الظواهر التي أصبحت يعني مثيرة للقلق بشكل لافت، وبالتالي هذا ما جعل رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير إلى طلب بسن قانون لردع هذه الجماعات التي أصبحت تشبه ما يسمى في دول أخرى أو في برازيليا يعني الفافيلاس يعني الموجودة في هذه الأحياء، وبالتالي أعتقد أن المهمة الأساسية للبرلمان هو التشريع. الآن أعتقد أن البرلمان والمناقشات التي سوف يشهدها فيما يخص هذه المسودة وما سوف يكون فيه من مخرجات حول هذه المسودة ربما سيشجع أكثر على الذهاب نحو هذا الاستفتاء، ولكن أعتقد أن الاستشارة الشعبية وعرض الدستور على الاستفتاء أعتقد أنه يعني أسمى صور الديمقراطية وتنفيذ الخيارات الشعبية، لأنه لا يكفي أن يمر هذا الاستفتاء على البرلمان، خاصة وأنه كما سبق وقال زميلي دكتور علي أن الآن هذه المؤسسة التشريعية الكثير يطالب بحلها، البعض الآخر يطالب بإجراءات أو بانتخابات تشريعية مسبقة. الآن أعتقد أن مروره على البرلمان هو مسار قانوني ودستوري، ولكن الأهم والأكثر مصداقية أن يعرض هذا الاستفتاء على الشعب الجزائري في استشارة شعبية تسمح للشعب الجزائري بالحسم فيه، سواء بتزكيته إذا كان هناك استجابة لما جاء في مطالب ومقترحات مختلف شرائح المجتمع الجزائري، أو إسقاط هذه المسودة إن كانت لا تستجيب
لمطالب الشعب الجزائري ومختلف الفاعلين، الطبقة السياسية، المجتمع المدني كما سبق وقلت. وبالتالي أعتقد الآن أننا أمام صورة معبرة للديمقراطية والحرية التي تسمح لكل الشعب الجزائري، لكل أطياف الشعب الجزائري بإبداء رأيه في هذه المسودة من خلال عرضها على الاستفتاء. نعم دكتور علي ربيج، بالحديث عن رأي المواطن في هذا البرلمان، مصداقيته عدم مصداقيته، يستقيل لا يستقيل كما كنتم تتحدثون، حسب تصريحات رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح جوجيل الذي قال اليوم بعد استفتاء الشعب على الدستور سنذهب إلى الانتخابات البرلمانية والمحلية مسبقة، هل يعتبر هذا محطة ضمن المحطات الأساسية لبناء الجزائر الجديدة؟ أصدقك القول، وأنا شخصيا كنت من أكثر الناس المطالبة بحل البرلمان، يعني بمرور الوقت اكتشفنا لأنه لا يمكن أنك تفصل البرلمان وكواحد من مخرجات النظام السياسي السابق، أنا قلناه، وحتى البرلمان في حد ذاته وطريقة الوصول إلى البرلمان كانت تشكل لغط كبير وجدل كبير لدى الطبقة السياسية، وحتى دراسات في الجامعة تثير الجدل حول هذه الطبيعة للوصول إلى البرلمان. خلينا نتكلم أنه البعض يصف البرلمان بأنه برلمان شكارة، وهذا بتصريح كثير في أكثر من مرة من شخصيات سياسية ورؤساء أحزاب اعترفوا، واعترف حتى نواب داخل البرلمان أنهم جاءوا للبرلمان عن طريق الشكارة، عن طريق المال الفاسد الذي اختلط بالعمل السياسي. وهذا خلينا نقول بلي أنه شوه صورة الجزائر خاصة على مستوى التنظيم والبرلمان، وخاصة لأنه البرلمان شئنا أم أبينا هو سلطة تشريعية، هي من السلطات المهمة في إدارة الدولة ومؤسسة الدولة، بل يشارك في رسم السياسات العامة وفي صناعتها وتصميمها، وكذلك يشارك في عملية المراقبة. فلهذا هذه الصورة التي يمتلكها الشعب الجزائري والمواطن على البرلمان الجزائري إلى غاية اللحظة لا يمكن أنك تلغيها بشكل سريع، ولكن فرص ربما أمام هؤلاء الذين موجودين في البرلمان مع عدم تعميم. يعني أنا شخصيا كنت دائما نقول أنه في كل مرة لا يجب أننا نعمم هذه الصورة النمطية التي الآن موجودة على البرلمان أو في البرلمان، يوجد شخصيات محترمة، يوجد ناس أكفاء أصحاب كفاءة وأصحاب شهادات وأدوا الواجب تاعهم قدر المستطاع، لأنه كانت فيه عراقيل. خليني نقول لك أنه شيء من طبيعة النظام السياسي الماضي هو أنه أراد أن يفرغ البرلمان أو السلطة التشريعية من محتواها، يعني خلى البرلمان يخرج بواحد الصورة غير لائقة وهي غير صحيح. أن البرلمان أو النائب البرلماني يتحلى بكل الصلاحيات وبكل المهام التي يمكن يؤدي دوره داخل البرلمان، لأنه السلطة التنفيذية لا يمكن أن تكون قوية أو ناجحة إلا إذا كان فيه سلطة تشريعية قوية تمارس حق التشريع كما تمارس حق المراقبة والأداء الجهاز التنفيذي. اليوم ما نظنش كما قال الأمير أننا قطعنا هذا الشوط خلاص، الآن ما نظنش أنه الرئيس أو أي واحد يقدر يقنع الشعب الجزائري بعد الاستفتاء أن تستمر هذه المجالس، خاصة البرلمان ومجلس الأمة. سنمضي إلى التجديد، إذا لم يتم تجديد هذا البرلمان نظن شيء منقوص بشكل كبير. بالإضافة إلى الاختلالات اليوم رئيس البرلمان الحالي هو رئيس برلمان بالنيابة. بالنيابة. ولكن وهو كان محسوب على حزب معارض. لأنه في بعض الأحيان بعض الذهنيات يعني قد ننتقد، لكن لما نصل إلى مركز صناعة القرار ما نديرش الشيء اللي كنت نقول فيه. لما نتكلم على الشنين كان يفوت معنا في البلاطوهات وكان يعني يطلب أشياء كذا، ولكن اليوم لو روحوا للبرلمان فيه بعض الاختلالات الآن داخل البرلمان في حد ذاته. يعني هل يعقل أنه اليوم البرلمان يمشي في حدود 20 سنة بنظام داخلي لم يتم تجديده؟ وتم تجديد ما يسمى بالأورغانيغرام، ما يسمى بالسلم الهيكلي. أشياء هنا دكتور. كذلك فيه نائب تم إسقاط عضيته لأنه فيه تنافي في المهام داخل البرلمان وبقرار من المجلس الدستوري، إلا أن هذا النائب ما زال مستمر. شايف يعني فيه بعض السلوكيات ما زالت مستمرة إلى هذه اللحظة. ولهذا إذا نقول أنه بعدما يتم إجراء الاستفتاء المحطة الثانية سنذهب إلى الانتخابات المسبقة. وهنا أسألك مرة ثانية دكتور، إلى أي حد
يمكن اعتبار الدستور الجديد خروجا من التركة الحزبية الموروثة عن النظام السابق ومنعرجا حاسما ربما في حياة الجزائر السياسية الجديدة. وكيف كيف كيف ترون هذا؟ كيف يمكن أن يلعب الدستور الجديد هذا الدور؟ شوف الدستور هذا في المحاور هي تقريبا 6 أو 7 في أشياء كثيرة تكلم عليها، هي من بينها الحقوق والحريات وممارسة العمل الديمقراطي والسياسي وشيء أشياء جديدة أكيد أنها ستكون متضمنة داخل هذا الدستور. ولهذا نعتقد اليوم إذا كنا نتكلم على مرحلة جديدة، هذه المرحلة الجديدة ليست شعار أو كلام أو خطب، هي ممارسة على أرض الواقع، هي أدوات لتنفيذ هذه الرؤية وهذه الاستراتيجية وهذا الحلم بالنسبة لكل الجزائريين. يعني خروج الملايين من الجزائر إلى الشارع، خرجوا ماشي باش يحتفلوا، خرجوا باش يعبروا عن مواقفهم الرافضة لأداء الحكومات المتعاقبة، لأداء مؤسسات مثل البرلمان ومؤسسات أخرى. أراد أن يحدث القطيعة الشعب الجزائري مع هذه الممارسات التي أوصلتنا إلى حائط مسدود. اليوم نظن يجب أننا نستثمر كل ما يمكن أن يعزز هذه المقاربة وهذه الرؤية بالنسبة للمواطن الجزائري، وحتى بالنسبة للطبقة السياسية، حتى لا نشيطن كل الطبقة السياسية، بل يوجد جزء من الطبقة السياسية وحتى المعارضة عندها رؤية وعندها عندها عندها برامج وعندها سيناريوهات للخروج من الأزمة الجزائرية. ولكن يكفي أننا نضع الثقة فيما بيننا وأننا نضع اليد في اليد ونخرج، لأنه في مراحل جد مهمة وفي مراحل حساسة قد تتطلب منا أننا نضع اليد في اليد حتى نمضي وننزل من 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 حساباتنا الحسابات الإيديولوجية والسياسية، لأنه مرحلة حاسمة. اليوم تقول لي ماذا يمكن أن يضيف هذا الدستور بالنسبة لحالة المرحلة ما بعد تعديل الدستور والاستفتاء؟ أكيد، لأنه سيتضمن أشياء كثيرة تدعم مسار دمقراطة العمل السياسي والحكامة كما كان يتكلم زميلي الدكتور أمين، وهو أننا نعمل على تفعيل هذه آليات وأدوات هذه الحكامة والحكم الراشد من خلال تفعيل أداء هذه المؤسسات على رأسها البرلمان. أنا قلت لك في الماضي أن البرلمان تم تعطيل أداء مهامه بشكل أو بآخر، لكن اليوم إذا استرجعت مؤسسة الدولة الحكومة تعرف مهامها وتعرف صلاحيتها، البرلمان يعرف مهامه ويعرف صلاحيته، الجهاز القضائي الذي هو كذلك استرد مكانته واستقلاليته وأصبح يمارس مهامه بعيدا عن كل الضغوطات، القاضي اليوم أصبح يمارس مهامه ما يخافش من مكالمات هاتفية أو من ضغوطات أو من تهديدات. هذا الجو وهذا المحيط نظن هذا هو اللي يبني للدولة الجديدة التي يحلم بها الجزائري ويحلم بها المواطن الجزائري. ما عدا هذا وإذا لم نمضي في هذا المسار أعتقد أن هذا الأمر يجب أننا نعيد فيه النظر. نعم، لنشرك أمين بالعمري في هذه النقطة. كما قلنا إلى أي حد يمكن اعتبار الدستور الجديد خروجا من التركة الحزبية الموروثة من النظام السابق؟ وكما تحدث الدكتور علي أنه فترة أقل من شهرين بقيت لهذا البرلمان وسيعاد الانتخاب المجالس البرلمانية والمحلية كذلك، يعني قطيعة مع الماضي نهائيا. على كل إلى حد الآن لم تتوفر لدينا النسخة النهائية حتى يمكن أن نحكم على الدستور، ولكن بالرجوع إلى مسودة الدستور التي تمكننا من الاطلاع عليها أعتقد أن هناك مؤشرات إيجابية على أننا نتوجه إلى يعني نظام حكامة جديد يقوم على الفصل بين السلطات أو على الأقل التوازن بينها، خاصة وأن رئيس الجمهورية تكلم في العديد من المرات على أنه مستعد للتنازل عن بعض صلاحياته أو تقاسم بعض صلاحياته مع رأس ثاني في السلطة التنفيذية، وانتقلنا من خلال المسودة إلى ما يسمى من الوزير الأول إلى رئيس الحكومة، يعني أننا نتوجه إلى نظام خليط أو هجين كما يسمى، يعني نظام شبه رئاسي أو نظام شبه برلماني، وفي آخر المطاف هو خليط بين النظامين. وبالتالي أعتقد أن هذه المؤشرات التي تم يعني استنباطها من المسودة الأولى للدستور التي اطلعنا عليها، ولكن الآن في انتظار صدور المسودة المعدلة لا يمكن أن نتكلم على هذا الدستور إلا بعد الاطلاع على، ولكن أعتقد أن الانطباع الذي خلفته المسودة فيما يخص نظام الحكم الجديد، فيما يخص تخلي رئيس الجمهورية عن صلاحياته، ولاحظنا أن رئيس الجمهورية حاليا كان قد منح
أو تنازل عن بعض صلاحياته خاصة تعيينية إلى الوزير الأول، وبالتالي أعتقد أن هناك مؤشرات إيجابية على أننا سنخرج من النظام الرئاسي الصلب الذي كان الذي هو موجود حاليا في الدستور الحالي نحو نظام أكثر مرونة، نظام أتكلم عن نظام تسيير، أتكلم عن نظام حكم أكثر مرونة يسمح أكثر بإعطاء هامش أكبر للسلطات الأخرى ما عدا السلطة التنفيذية. يعني نتكلم الآن عن فصل بين السلطات، بين السلطة التنفيذية، بين السلطة التشريعية وبين السلطة القضائية، وبالتالي أعتقد أن تغيير بعض التسميات وبعض الممارسات التي جاءت من مثلا فيما يخص إعادة تسمية المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية، إعطاء صلاحيات أوسع للمحكمة الدستورية فيما يخص رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، كل هذه الانطباعات التي أخذت من المسودة حتى يفهم المشاهد الكريم بأننا لا نتكلم عن النسخة المعدلة لأننا لم نطلع عليها بعد وليست متاحة بعد، ولكن نتكلم على المسودة قبل تعديلها، وبالتالي أعتقد أن المؤشرات كانت إيجابية على أننا نتوجه نحو نظام حكم أكثر مرونة فيه تقاسم للسلطات، فيه فصل بين السلطات، أو على الأقل توازن فيما بينها. نعم، هنا يلح علي السؤال أمين، تحدثت أنه رغم الدستور الحالي الذي هو صلب كما قلت، لكن الدستور الحالي ما زال، ولكن ما نلاحظه أو ربما تعتقد أنت كذلك هذا، أنه الحكم في هذه الفترة منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الرئاسة نلمس هذه المرونة حتى وإن لم نذهب إلى تعديل الدستور، أليس كذلك؟ بطبيعة الحال هو الآن من صلاحيات رئيس الجمهورية أن يمنح بعض صلاحياته للوزير الأول طبعا، وهذا ما يخوله له الدستور. الآن أعتقد كما سبق وقلت أن هذه القرارات التي اتخذها الرئيس فيما يخص منح سلطات تعيينية للوزير الأول التي هي أساسا وحسب الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية تثبت أن هناك إرادة سياسية في توجه نحو هذا التغيير. نعم. وبالتالي أعتقد أن هذه المؤشرات إذا اعتمدنا عليها يمكننا أن نقول بأننا نتوجه نحو نظام حكم خليط أو هجين بين ما يسمى بالنظام الدستور بالنظام البرلماني عفوا والنظام الرئاسي، وبالتالي نحن سنكون أمام نظام شبه رئاسي خاصة من خلال مثلا التغيير الذي سيطرأ على تسمية الرأس الثاني في السلطة التنفيذية وهو من الوزير الأول إلى رئيس الحكومة، وبالتالي نعود إلى نظام شبه رئاسي الذي هو خليط بين النظامين الرئاسي والبرلماني. أعتقد أننا ومن خلال ما طلعنا عليه في المسودة فيما يخص بعض النقاط المتمثلة في الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدستور الحالي والصلاحيات التي جاءت في مسودة الدستور، أعتقد أنها مؤشرات إيجابية تبعث على الإطمئنان. نعم، دكتور علي ربيج، هناك إضافة إلى الدستور كما ذكرنا هناك مجموعة من الملفات كمكافحة عصابات الأحياء والوقاية منها كما تحدث أمين بالعمري قبل قليل، تعديل قانون الصحة، تعديل قانون الإجراءات الجزائية، الأمر المتعلق بتعديل قانون العقوبات وقوانين أخرى. في رأيكم هذه المشاريع التي سيتم مناقشتها خلال هذه الدورة كيف ما هي أهميتها في رأيكم؟ أنا أظن هذه مشاريع استعجالية ومشاريع ملحة، وأن المواطن الجزائري بحاجة بأن يشوف مراسيم وقوانين وتشريعات تصدر في هذه المجالات. لما نتكلم على تنامي ظاهرة الإجرام هذا أصبح شيء وظاهرة اجتماعية تهدد حياة المواطن، بمعنى أنه كل مؤسسة الدولة تسعى إلى أنها تحمي وتشعر المواطن بأنه يمضي في حياته اليومية في الشارع أو في العمل أو في أي مكان ويشعر بالأمن والاستقرار وأنه غير مهدد في حياته. خلينا نقول لك بلي هذه العصابات اليوم التي أصبحت منتشرة في كل ربوع الوطن وأننا نستمع ونسمع عبر وسائل الإعلام بسقوط ضحايا بشكل ببرودة، أن يتم قتل الناس وسفك أرواح الناس بهذه البرودة، هذا أمر
كبير ويهدد أمن المجتمع، بمعنى أن المواطن يصبح يخاف داخل المجتمع. ولهذا اليوم إذا كان نطلب من هذا البرلمان على الأقل في 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 خطوة للمصالحة مع هذا الشعب، نعم، أنه يعالج ويسرع في مسألة تعديل هذا القانون، خاصة قانون العقوبات اللي يجب أن تصدر قوانين تضرب بيد من حديد هؤلاء الذين سولت لهم أنفسهم بأن يزرعوا الرعب في المجتمع الجزائري. نعم. لما نتكلموا كذلك على قانون آخر اللي هو تعديل قانون الصحة، كذلك الطبيب، وهذا مرتبط بظاهرة الإجرام، بمعنى أن الإنسان لما يدخل إلى مؤسسات استشفائية ويهدد الطاقم الطبي ويهدد الطبيب وينشر الفوضى، هذا كذلك سلوك غريب، غريب على المجتمع الجزائري، غريب على المواطن الجزائري. ولكن هؤلاء الذين يصنعون الاستثناء للأسف الشديد أصبحوا هم الذين يوجهون حياة المجتمع وحياة الناس، ولهذا يجب كذلك أن نمضي في هذا المجال. في قانون آخر كذلك تعديل الدستور ومناقشة هذا الأمر في البرلمان. إذن هذه القوانين ذات أهمية وعندها طبيعة استعجالية، ولهذا ربما الشيء اللي أجل مسألة حل البرلمان هو أننا بحاجة للبرلمان لأن يمضي في مناقشة هذه المواضيع وأن يقدم شيء، لأننا بالفعل أصبحنا نشعر بحاجة ملحة وسريعة لأننا نعيد النظر في هذه الأشياء، لأنه متعلقة بحياة المواطن أو بحياة هؤلاء الممارسين الأطباء أو من يمارسون العمل الصحي في 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 مؤسسات الاستشفائية. إذن هي أمور استعجالية، ونظن أنه هذه من مهام ومن صلب مهام البرلمان أنه يشرع، لأنه مسألة التشريع ومسألة قوانين أو طرح مشاريع للقوانين ما هو شرط فقط من طرف الحكومة، كان من المفروض كذلك البرلمان يبادر إلى طرح مشاريع قوانين. ولكن أنا قلت لك أداء ووظيفة البرلمان أو مكتب البرلمان، مكتب الرئيس، في بعض الأحيان ما هوش فقط مع سليمان شنين، ولكن في الماضي شفنا أنه مكتب البرلمان كان في كل مرة يعمل مع عملية عرقلة وسيستم دو فريناج، ما يخليش مشاريع القوانين تمضي. نطرح سؤال، لماذا؟ هل لحسابات سياسية أو لحسابات شخصية يتم رهن صحة المواطن وعمل المواطن وحياة المواطن لأنه رئيس البرلمان قال هذا القانون جاء من عند الكتلة الفلانية أنا نوقف هذا البرلمان، لا، لأنه راح يحسب على الكتلة؟ غير صحيح، وهذا ما هوش ما يخدمش المصلحة العامة والسير الحسن لمؤسسة الدولة وللحياة الطبيعية للمواطن الجزائري. ولهذا لما نتكلموا على إعادة رسكلة أداء هذه المؤسسات، البرلمان على رأس هذه المؤسسات، يجب أن ينخرط البرلمان المستقبلية، المستقبلي الذي سيأتي عن طريق عملية ديمقراطية، عن طريق انتخابات شفافة بعيدا عن التزوير وعن الضغوطات وعن المال الفاسد وعن الشكارة، برلمان ليفسح المجال للكفاءات الجزائرية اللي موجودة في الأحزاب السياسية. للأسف الشديد لهذه الأحزاب السياسية مارست هي كذلك الإقصاء على إطاراتها ومناضليها. شفنا أحزاب كبيرة تدخل إلى البرلمان ولكن ما تعطيش فرص للشباب، للحاملين الشهادات، تعطي للنائب الذي يأتي عن طريق شكارة. يمكن أنا كنت أستغرب في كل مرة أطرح سؤال، وهذا كان واضح أنه نائب في البرلمان أو سيناتور يمشي للمجلس الأمة يدفع الملايين والملايير باش يوصل إلى هذا المنصب، هل ممكن عن طريق الأجرة تاعو يتقاضى يعوض هذا الشيء؟ هذه كانت أسئلة كبيرة تثير الشبهات على أن هؤلاء الذين كانوا وليس كلهم يريدوا أن يصلوا إلى البرلمان ليس بحثا عن الحصانة، بحثا عن التقرب من مراكز صناعة القرار لتمرير مصالحهم الشخصية والذاتية، وآخر اهتماماتهم كان المواطن الجزائري، كان انشغالات المواطن الجزائري واحتياجات الجزائري. هذه الاختلالات الوظيفية في أداء مؤسسات الدولة هي التي جعلت الشباب الجزائري ينفر من العمل السياسي، يهجر من الجزائر. ولأنه في بعض الأحيان البعض يقول أنه لا، المسؤولية فقط تقع على رئيس الجمهورية أو تقع على القضاء، أو لا، هو عمل تكاملي بين كل هذه المؤسسات.
لا يمكن أن تقصي أي مؤسسة من الولايات. هذه السلطات ثلاثة: السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. هذه سلطات ثلاثة مكملة لبعضها البعض. أي اختلال في أداء أي مؤسسة أو أي سلطة من هذه السلطات سيعمل على فرملة تقدم الدولة ومؤسسات الدولة وحياة المواطن. لهذا أنا أعتقد هذه المشاريع التي الآن مطروحة مشاريع ذات طابع استعجالي، لأنها تحس وعندها علاقة بحياة المواطن. نظن أن المواطن سينخرط أكثر في العمل السياسي إذا بدأ يشوف الأثر الفعلي لهذه القوانين على أرض الواقع. لما يستشعر المواطن بأنه الآن أصبح محمي، يشوف الردع. وكل مواطن، لا تجد أي مواطن جزائري يقول لك أنا ضد ردع هذه العصابات الإجرامية. يجب أن تضرب بيد من حديد، زيد في العقوبات، زيد في التضييق عليهم، يعني مارس كل أشياء، ولكن أن تترك الأمور على 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 ما هي عليه الآن، أن نظن هذا أمر يهدد أمن المجتمع الجزائري. نعم، أمين بالعمري تحدث عن أنها، الدكتور علي تحدث على أنه هذه المشاريع استعجالية، يعني لابد من صدورها في الوقت الراهن، ونحن نحاول أن نبني بلدا ديمقراطيا يعتمد على الديمقراطية بشكل كامل. كيف يمكن أن يلمس المواطن أثر كل هذا في حياته اليومية البسيطة كما تحدث الدكتور علي ربيج من خلال كل هذا، خاصة أنه توجه الدولة الآن هو شغلها الشاغل المواطن وحياة المواطن وتعديل من هذه الحياة للمواطن الذي ربما يعاني أو يعاني، لا نقول ربما يعاني، في الكثير من المناطق خاصة البعيدة إلى غير ذلك. هي بكل بساطة يلمس المواطن هذه النصوص أو هذه القوانين عندما يجدها تطبق على أرض الواقع. هذا شيء مفروغ منه، لأننا أعتقد أن التسنة القانونية الموجودة في الجزائر غنية بكل شيء، يعني حتى غير موجودة في الدول الأخرى، ولكن عندما نأتي إلى التطبيق لا يتم تطبيق هذه القوانين. الآن عندما نتكلم عن هذه العصابات، لأنه شيء مهم وظاهرة تزداد استفحالا يوما بعد يوم، أصبحنا اليوم نشهد ما يسمى بحروب العصابات، حروب الأحياء التي تمتد إلى أسابيع ومرات إلى أشهر من أجل النفوذ والسيطرة على 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 مناطق يعني المخدرات إلى غير ذلك. يعني أصبحنا يعني في وضع خطير جدا، وبالتالي سن هذا القانون يعني يجب أن يكون بسرعة كبيرة، لأنه مجلس المخرجات مجلس الوزراء الأخير تكلم عن سن هذا القانون عن ردع حرب العصابات أو هذه العصابات. ولكن النقطة المهمة كذلك التي جاءت في مخرجات مجلس الوزراء هي حماية أعوان ومصالح الأمن في أداء مهامهم، لأن هناك مشكل حقيقي مطروح الآن. أصبح الشرطي يخاف من أداء مهامه في محاربة هؤلاء المجرمين، لأنه مكبل اليدين قانونيا، بينما يسمح لهؤلاء المجرمين برفع السيوف ورفع الخناجر، والكثير من عناصر الشرطة ومن الدرك الوطني ارتقوا شهداء في مواجهة هؤلاء. نعم. وحديثة قسنطينة العام الماضي عندما حاول أحد تدخل من أعوان الشرطة حماية بنت مختطفة طعن بخنجر وقتل على يد مجرم. وبالتالي أعتقد أنه علينا الآن أن نوفر كذلك له الغطاء والحماية القانونية لرجال الشرطة ورجال الدرك في ممارسة مهامهم وفرد هؤلاء العصابات. شيء آخر، الآن المشكل أننا نبني أحياء للأسف لا تتوفر على أدنى شروط الحياة، لا 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 أماكن للتسلية، لا أماكن للترفيه، لا أماكن للرياضة، وبالتالي أصبحت هذه الأحياء الجديدة أحياء تنتعش فيها الجريمة والانحراف. وبالتالي أعتقد أننا اليوم لدينا وزارة للشباب والرياضة، لماذا لا يتم الاتفاق مثلا بين وزارة السكن ووزارة الشباب والرياضة؟ لأن هذه الوزارة ليست مهمتها فقط الفرق الرياضية، ولكن مهمتها كذلك العناية بهؤلاء الشباب. لماذا لا تتم مثلا إنشاء قاعات متعددة الرياضات في هذه الأحياء الجديدة؟ لماذا لا يتم إنشاء دور للمسرح، دور للسينما؟ وبالتالي محاولة محاصرة الجريمة والانحراف ليس بالردع فقط، ولكن بتوفير بدائل أخرى لهؤلاء الشباب. لماذا نترك الشباب في هذه الأحياء ضحية أو فريسة سهلة للمنحرفين والمجرمين؟ وبالتالي أعتقد أن النظرة المتكاملة في معالجة هذه الجريمة يجب أن تكون
بزاويتين، أو يجب أن تقوم على أساسين. أولا الردع من خلال إطلاق يد الشرطة والدرك الوطني وحمايتهم قانونيا في ردع هؤلاء المجرمين، وكذا التفكير في كيفية إدخال الحياة على هذه الأحياء، لأن اليوم للأسف أصبحنا نشاهد هذه الأحياء الجديدة خاصة بعد عملية الترحيل مباشرة، نسمع مباشرة عن اشتباكات بين الوافدين الجدد وبين شباب آخر، يعني مرات حروب تستمر لأسابيع بين هؤلاء المجرمين. وبالتالي الآن أعتقد أن ردع هذه الجريمة سيمكن الدولة من استرجاع هيبتها كما جاء في نص، لأن رئيس الجمهورية قال بأن هذا الشيء الذي يحصل الآن بسبب ضعف سلطة الدولة، وبالتالي على الدولة أن تسترجع هيبتها وسلطتها من خلال الردع وضرب باليد من حديد هؤلاء العصابات التي أصبحت منتشرة. يعني من غير ممكن أن تطلعنا يعني وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يوميا عن جرائم تحدث في هذه الأحياء. يعني هذا شيء يعني غير صحيح. نعم، وهنا ربما يحملني كلامك أمين إلى الدكتور علي ربيج وطرح السؤال التالي. في كلمة تحدث رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين على خطاب المصارحة والمكاشفة والدعوة إلى معالجة المشاكل بالصراحة من أجل تقليص الهوى بين المواطن ومؤسسات الدولة التي يجب أن تكون بوصلة مسار بناء الجزائر، أليس كذلك؟ هذا شعار وهذا مطلب ليس فقط رئيس البرلمان الذي يطالب به، بل كل الشعب الجزائري يطالب به، كل الطبقة السياسية تطالب به، كل النخب التي تهتم بالشأن الجزائري تطالب بهذا الأمر، لأنه لا يمكن أننا نمضي إلى مرحلة جديدة دون أننا نتبنى خطاب المصارحة والمكاشفة فيما بيننا، بأنه ما يجب أن نقول للشعب ما يجب قوله وحقيقة أشياء. بل بالعكس، يعني بمرور الوقت أصبحنا نكتشف أنه فيه تقارير صحفية تقول أنه بعض المسؤولين الجزائريين السابقين كانوا يقدموا تقارير مغالطة فيها 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 أرقام وفيها مغالطة للشعب الجزائري وحتى للمسؤولين. يعني إذا كان وصلنا إلى هذه الدرجة وين أصبح المسؤول يقدم تقارير فيها أشياء خاطئة ويحب يغلط بها الرأي العام ويغلط بها حتى المسؤولين تاعو، هذه كارثة. بمعنى أنه الآن ما نقدروش إحنا، والآن في بعض الأحيان يلوموا على الجامعة، يلوموا على الجامعة، قال وين الجامعة، وين الجامعة في متابعة ما يحدث من تطورات في المجتمع الجزائري. يعني الجامعة أو كباحث أو كأستاذ هو يبني المقالة تاعه أو يبني الدراسة تاعه على بيانات وعلى أرقام، ولكن هذه الأرقام والبيانات إذا كانت خاطئة أو مغلوطة، أكيد الدراسة راح تكون خاطئة ومغلوطة، وهذا لا يتم إلا في دول العالم الثالث، وربما الجزائر كانت واحدة من هذه الدول التي رأينا فيها مسؤولين يغلطوا الرأي العام ويغلطوا الشعب الجزائري ويغلطوا حتى المسؤولين. مسألة المكاشفة والمصارحة ضروري، وهذا الخطاب الذي يجب أن يتبناه رئيس الجمهورية وكل من يأتي تحت رئيس الجمهورية. وذكره هذا، وقال هذا الشيء، وقال أنا يجب أن أقول الحقيقة. يجب أن نقول الحقيقة للشعب الجزائري مهما كانت قيمة أو قوة أو خطورة هذه الحقيقة، لأنه مسألة القول الحقيقة راح تسهل عليك الأمور فيما بعد. لكن لما تكذب على الرأي العام في قضية ما أو في أزمة ما أو في بيانات ما وبعدين ينكشف، هنا راك تضرب واحد العنصر مهم جدا بين الحاكم والمحكوم، بين المسؤول والشعب، وهي مسألة الثقة. لا يعد ما يزيدش، وإحنا عانينا في مسألة الثقة بين المواطن ومؤسساته والمسؤولين الجزائريين للأسف الشديد، وهي الأشياء التي نريد أننا نرمم هذه المسألة، وهي مسألة إعادة الثقة. إعادة الثقة هو تأتي عن طريق أن يلمس المواطن أنه لما تصدر قرارات على أعلى مستوى مثلا من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو وزير أو والي، يجب أن تنفذ على أرض الواقع. شوف اليوم الاختلالات في مسألة مناطق الظل، شوف مناطق الظل، ورغم إلحاح رئيس الجمهورية والوزير الأول الدكتور بروفيسور عبد العزيز جراد، إلا أنه شفنا اختلالات ونتيجة هذا تم إنهاء مهام مجموعة من الولاة والولاء المنتدمين. هذا وش رغم أنه كان في حراك مدة سنة وأن الجزائر هي ماشية التخيير، إلى أن تجد بعض المسؤولين يصر على أنه يمشي في الممارسات وفي السلوكات الماضية. تحس باللي هذا المسؤول أو هذا الإنسان يا إما مشكلة في التكوين، يا إما مشكلة في التصور، يا إما موش عايش معنا.
ولا هو يظن أن الأمور هي فقط كلام، لكن لما جت القرارات اليوم وهذه إنهاء المهام والتوقيف وإحالة على العدالة، أنا نظن اليوم المسؤولين كل مسؤول يعاود حساباته ويفكر أكثر من ويفكر مرة أكثر من مرة لما يمضي. وإذا ماكش قادر يا أخويا قدم الاستقالة تاعك وخلي فرصة لواحد آخر، قالها رئيس الجمهورية كذلك يا أخويا. ولازم نقولوها جميعا، كل واحد ما هوش قادر يؤدي مهام تاعه هذا ما هوش قضاء وقدر منزل عليك. أنك تبقى والي إلى يوم الدين أو وزير إلى يوم الدين، إذا تقدر تقدر، إذا ما تقدرش افسح المجال وخلي الناس واحد آخرين. بهذه الممارسات يصبح يرجع المواطن يرجع الثقة ويسترجع الثقة، قال فيه إرادة وفيه قرارات الآن تصدر. حتى بعض المعارضين، وهل تكفي بعض المعارضين، اسمح لي، بعض المعارضين كنا نشوفهم معارضين بشراسة، اليوم لما بدأوا يشوفوا هذه القرارات تنفذ على أرض الواقع بدأوا يطلعوا فيديوهات، قال يا جماعة والله يظهر باللي الأمور راهي ماشية في الاتجاه صحيح، خلونا نعطوا شوية وقت. شفت حتى المعارض الشرس اللي هو سلبي في كل شيء لما يشوف هكذا قرارات وهكذا سياسات وهكذا استراتيجية يرجع، لأنه هو يؤمن بالفعل، لأنه ما يقدرش يزيد يسوق الكلام تاعه أو للأقاويل تاعه، لأنه راح يرجع عليه الناس في مواقع التواصل الاجتماعي قال أنت راك تكذب، قال لا رانا نشوفه باللي كاين قرارات، كاين إقالات، كاين مراقبة، كاين اليوم تنصيب اللجنة هذه اللجنة الرئاسية لمتابعة ما يسمى بمناطق الظل. هذه نقطة مهمة جدا وشيء يجب أننا ندفع به حتى يحس المسؤول أنه فيه ناس تراقب العمل تاعه. كل هذا الجو هو الجو طبيعي على بالك، هو المفروض هذا ما يلزمش نستغرب، هذا هو الجو الطبيعي. الآن أصبحنا لما وصلنا له رانا نحس باللي درنا إنجاز، هو لا، هو في المؤسسات الديمقراطية والمؤسسات التي والدول التي تحترم نفسها هذا هو الجو الطبيعي، وهذا هو الذي ينخرط فيه المواطن، وهذا هو الذي يتحمل فيه الجميع المسؤولية تاعه. لهذا اليوم بدينا نشعره لما نوصلوا إلى مثل هكذا حالة نشعر بأننا درنا الاستثناء، أو موش الاستثناء، أو موش إنجاز، هذا هو الطبيعي. الغير طبيعي اللي كنا فيه هو أنه مشي وغطي ودير وكذا، ونتمناه الخير يعني إن شاء الله. أمين بالعمري، هل تكفي المصارحة والحقيقة لبناء الثقة بين المواطن والسلطة؟ أولاً كما سبق وقلت أعتقد أن المواطن يجب أن يلمس هذه الإرادة السياسية على أرض الواقع، ويقال يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. صحيح. وبالتالي أعتقد أن الدولة أو الحكومة ليست مهمتها تقديم المواعظ ولكن تطبيق القانون. نعم. وهناك سلطات شرعية تسلم القانون، هناك سلطات أخرى مخولة لتطبيق هذا القانون على أرض الواقع، وبالتالي المواطن يشعر بالراحة ويشعر بالإطمئنان عندما يرى أن ما يسمع عنه في وسائل الإعلام من قوانين صدرت سواء في الجريدة الرسمية أو في غيرها يراها مطبقة على أرض الواقع. حينها فقط ستعود هذه الثقة بالضرورة بين الحاكم والمحكوم، ما عدا ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة. وبالتالي أعتقد أن المواطن الآن يبحث عن تحقيق أماله وأن يجد ما طالب به موجود على أرض الواقع. الآن أعتقد أنه من خلال ربما هذه العمليات التي تمت في إنهاء مهام بعض المسؤولين، يعني دون ذكر القطاعات ولا الأسماء، ولكن أعتقد أن سياسة اللا عقاب أوصلتنا إلى طريق مسدود. سياسة اللا عقاب أوصلتنا إلى حراك 22 فيفري، لأن المسؤول عندما يعتقد بأنه موجود لخدمة نفسه أو أن المواطنين المسؤول عنهم هم في خدمته، هنا يكمن الخلل. يجب على المسؤول عندما توكل إليه مهمة يجب عليه أن يضع في رأسه بأنه موجود لخدمة المواطن، وبالتالي هو موجود في ذلك المكان لخدمة المواطن، ولولا هذا المواطن لما كان موجود. عندما يصل المسؤول إلى هذه القناعة وعندما يشعر المسؤول بأن هناك رقابة فوقية على 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 ممارسته وعلى مهامه، حينها فقط يقوم هذا المسؤول بمهامه. الآن أعتقد ما تم إقالته من مسؤولين فيما يخص قطاع المياه مثلا أو قطاعات أخرى، أعتقد أن مثل هذه الإقالات مهمة جدا لإعطاء العبرة لمسؤولين آخرين، سواء قاموا بعمليات تثبيط لمسار تنمية
أو قطع المياه عن المواطنين أو قطع الكهرباء عن المواطنين أو لمسؤولين آخرين قاموا بذلك سواء ربما لعدم كفاءتهم. وبالتالي أعتقد أنه عندما تكون هناك رقابة، عندما يكون هناك عقاب، الجميع يقوم بمهامه، وهنا فقط المواطن ينخرط في هذا المسار. مع ذلك سيبقى المواطن يعيش حالة الاغتراب، ستبقى الهوة موجودة بين الحاكم المحكوم، سواء كان حاكم على مستوى أعلى أو حتى الحاكم المحلي. وبالتالي اليوم عندما نتكلم على شيء أساسي ربما لا نعطيه الكثير من الأهمية، وهو الحكمة المحلية. شيء مهم أن تكون لدينا حكمة محلية، شيء مهم أن نعطي ما يكفي من الأهمية والعناية كذلك بهذا المسؤول المحلي، لأن كل قرارات الدولة، كل استراتيجيات الدولة تقوم على ذلك المسؤول. في بعض الأحيان ربما نسيء تقدير أهمية وخطوات ذلك المسؤول على المستوى المحلي، في حين هو بإمكانه أن يكسر كل الاستراتيجيات التنموية الموجودة، عندما تصل إليه تتوقف. وبالتالي الآن عندما نتكلم عن الديمقراطية أو ما يسمى بسلطة المكتب، هنا يعني يمكن لعون بسيط أو موظف بسيط، ولكن قوته في أنه على تواصل مباشر مع المواطن، يمكنه أن يعرقل أو أن يعطل مشاريع المياه، في حين تتوجه أصابع الاتهام إلى فوق. نعم. ولكن المشكلة هي بين القرار وتطبيق القرار. أعتقد أن القانون عندما يطبق على أرض الواقع، عندما تجد النصوص طريقها إلى التطبيق في هذه الحالة فقط، يؤمن المواطن وينخرط في كل المشاريع التنموية والاستراتيجيات التسييرية للدولة. نعم. دكتور علي ربيش، في 24 من أوت الماضي أعلنت رئاسة الجمهورية أن الفاتح نوفمبر أو من نوفمبر المقبل، وهو الذكرى 66 من اندلاع الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي، وهو موعد كذلك لتدشين جامع الجزائر، سيكون موعد للاستفتاء. ما دلالة هذا التاريخ؟ أولا في حد ذاته أول نوفمبر بالنسبة للجزائريين هو تاريخ يعني خالد في نفوسنا وفي مخيال المواطن الجزائري، وحتى في العالم يعني الكل يعرف هذا التاريخ، هو تاريخ كبير بالنسبة للجزائريين. ربطوا بمسألة أولا المسجد الكبير، المسجد الأعظم الذي ننتظر تسميته، كذلك نتمنى أن تكون تسمية تقع على حجم هذا المعلم الديني الكبير الذي أثير عليه الكثير من لغط والكثير من الجدل، لأنه البعض قال، أنا أستغرب يعني، قال هذا عند البعض طالب أنه يحول إلى مستشفى. يعني شوف في بعض الأحيان هذا المسجد أثر واحد الجدل وكشف بعض النوايا عند بعض الأطراف. نعم. التي للأسف الشديد تحسب لأنها تدمر الحقد على الجزائر وعلى مرجعية دينية لهذا الشعب الجزائري، التي تقلق البعض لماذا الشعب الجزائري متمسك بهذه المرجعية الدينية الإسلامية المالكية. هذا المعلم الكبير الذي هو يجب أن يكون فخر لكل الجزائريين. نعم. ويكون يخرج لنا الكثير من الأشياء، لأنه البعض يعتقد أن المسجد الأعظم هو صرح للصلاة فقط. لا أبدا. هو يعني جامعة دينية وإسلامية كبيرة، تكون منارة إعلامية ودينية بالنسبة للجزائريين، وستستقطب الكثير العالم الإسلامي الذي سيأتي إلى الجزائر إلى هذه المنارة. ربطوا كذلك بمسألة يوم الاستفتاء، أكيد لأنه في هذا اليوم أعتقد سيكون هناك تدشين لهذا الصرح الديني الكبير، وكذلك الدستور ومسألة الاستفتاء على الدستور، حفلان يعني حفل هنا وحفل هنا، نتمنى أن يكون على قدر تطلعات الأمال الشعب الجزائري، بمعنى أنه هذا التاريخ وهذا الشهر بالذات هو شهر كما قلت لك في البداية، شهر يسجل عند كل الجزائريين نوع من القداسة، وهذه القداسة سترتبط بتدشين هذا المسجد الكبير الذي نتمنى أن يكون بداية لمرحلة جديدة لقطع
مع ممارسات في الماضي. اليوم ننتظر من هذه المؤسسة اللي هي مؤسسة المسجد، والمسجد لا أتكلم فقط على هذا المسجد الكبير، لا حتى مؤسسة المسجد والشيء اللي كان يتكلم فيه أمين فيما يتعلق بظهور الإجرام وكذا، يجب أن تنخرط كل المؤسسة خاصة المسجد. ولكن في المقابل حتى نقول كلمة الحق، وهنا يجب حتى الأئمة ما يزعفوش علينا، صح نطالبهم بأداء مهامهم، لكن من جانب آخر يجب أننا نلتفت إلى هذا الإمام وهذا المؤذن والناس اللي تقوم على هذه المساجد. يعني ظروف المادية كذلك نظن يجب أننا نراجع، مثل ما نعطي وعطينا رفعنا القبة للأطباء في هذه الظروف التي تمر بها الجزائر وهي جائحة كوفيد 19، كذلك من يعملون في هذا السلك يجب أننا نعيد ونعطيهم ونعيد لهم الاعتبار ونعطيهم قيمتهم الحقيقية، لأنه المسجد شئنا أم أبينا أدى دور كبير في مسار الجزائر وفي تاريخ الجزائر حتى إبان الثورة الجزائرية. نعم. ولهذا هو مسار متكامل، هي مسؤوليات الجميع، هي لحظة تاريخية يجب أن ينخرط فيها الجميع حتى نصل إلى المرحلة التي كما قلت في كل مرة أننا نعطي للحراك الجزائري المبارك أنه وصلنا إلى مرحلة تطبيق أشياء التي كان يطالب بها. نعم، استمعنا أمين بالعمري للدكتور علي ربيج وقراءته كمختص في العلوم السياسية، ما هي قراءتكم أنتم كإعلامي؟ حتى هو علم سياسي، لكن أبحث عن قراءته الإعلامية فقط. أنا لا أعتقد أن هذا التاريخ يحمل الكثير من الرمزية، ولكن أكبر رمزية يحملها وهو التمسك بهذه المرجعية، مرجعية أول نوفمبر. الآن أعتقد أن وثيقة أول نوفمبر ستبقى دائما هي المشكات التي تنير ضرب الجزائريين، وبالتالي كل الجزائريين دون استثناء مقتنعين بأن المرجعية الأساسية للدولة الجزائرية هي بيان أول نوفمبر، لأننا في مرحلة معينة ظهرت بعض الأصوات التي تطالب ربما بالتخلي عن هذه المرجعية وتبحث لنا عن مرجعيات أخرى، وربما تتهم ما حصل في الجزائر بأن وراءها هذه المرجعية، وبالتالي علينا أن نتخلى عنها حتى نتقدم أو نتطور إلى غير ذلك. وبالتالي أعتقد أن الانحرافات التي حصلت سببها هو الانحراف عن هذه المرجعية وليس العكس. صحيح. لو التزمنا بهذه المرجعية، لو التزمنا ببنود وثيقة أول نوفمبر وما جاء فيها من نصوص لكانت الجزائر أحسن. ما على ماذا نصت؟ بناء دولة اجتماعية في ظل المبادئ الإسلامية ونصوص أخرى تؤسس لبناء الدولة الجزائرية. أعتقد أن هذه المرجعية واختيار هذا التاريخ تحديدا ربما يؤكد على أن هذه المرجعية لا رجعة فيها، ستبقى دائما هي المرجعية الأساسية للشعب الجزائري وللدولة الجزائرية. وبالتالي هذا التاريخ هو مرتبط أو يرمز إلى التمسك بهذه المرجعية، وهي رسالة ربما إلى البعض الذين كانوا يبحثون ربما عن مرحلة انتقالية أو مرحلة تأسيسية أو إعادة النظر في بناء الدولة الجزائرية. أعتقد أن هؤلاء أحسن إجابة أو أحسن رد على هؤلاء هو تحديد يوم أول نوفمبر لإجراء هذا الاستفتاء. نعم، في الأخير لو هي رسالة للداخل ورسالة للخارج. نعم، لأنه البعض الخارج يقلقه هذا الشهر، يعني يتمنى لو كان كل الشهور مليحة لو كان صاب كيفاش يتخلوا على شهر نوفمبر، لأنه بالنسبة لهم عقدة شهر نوفمبر. نعم. عقدة، وهو تصحيح مسار تاريخي بالنسبة للشعب الجزائري ووصمة عار في جبين المستعمر الذي كان هنا في الجزائر. فلهذا كل شيء يتعلق بشهر نوفمبر أو حتى المرجعية اللي كان يتكلم عليها أمين تقلقهم، فهما كانوا حابين يقطعوا مع هذه المرجعية، ولكن يبدو أنها مكتوب علينا ومكتوب على الشعب الجزائري أن يبقى لاصقا ومرتبطا بهذا الشهر. كانت كلمة أخيرة من الدكتور علي ربيج، في جملة نسمح لك أمين بالعمري أن تعطينا كلمة أخيرة نهاية هذا البرنامج. أولاً كما سبق وقلت نتمنى أن تتجسد طموحات الشعب الجزائري وتطلعات الشعب الجزائري، نتمنى أن يجدها في هذه النسخة المعدلة من الدستور التي سوف تعرض على الاستفتاء. شكرا لكم أمين بالعمري الإعلامي، شكرا لكم الدكتور علي ربيج أستاذ العلوم.
الدبلوماسية والعلاقات الدولية. شكرا. على الحضور الشكر موصول كذلك إلى مشرف البرنامج فؤاد مسوس، المخرجة سلمى قايدي، مساعدة الإخراج نسرين بوصبات، وكافة الطاقم التقني الذي خدمكم هذه الليلة. شكرا لكم أنتم كذلك مشاهدينا الكرام على المتابعة. ألقاكم في أعداد أخرى بإذن الله. في أمان الله.